وذاك جهد المقل أمام الصمت الدولي المطبق والمستمر لما يحدث في الغوطة الشرقية من حصار وتدمير ممنهج للبنى التحتية. هنا في جامعة غازي عنتاب تجمع الطلاب السوريون والأتراك ونشطاء ما فتئوا ينتقلون من منطقة لأخرى على أصواتهم تصل للعالم. الهدف الأول هو يوصل رسالة دعم لأهلنا في الغوطة، أنه رغم الظروف الصعبة هذا الشيء القليل اللي بنقدر نقدمه تجاههم، أنه نحن فعلا متذكرينهم، ولو نقدر أكثر من هيك لنقدم لهم رغم حالة الملل واليأس اللي صارت عند كثير من الناس، لكن نحن عم نحاول أنه نوصل رسالة أنه نحن معهم. جئنا اليوم لحرم الجامعة لدعم المحاصرين في الغوطة ماديا ومعنويا، ولنقول لأهل غوطة دمشق لستم وحيدين، نحن معكم. نتظاهر كي لا ينسى التاريخ، يقول السوريون هنا. فرغم استمرار الحصار والدمار في الغوطة الشرقية وتخاذل دولي واضح، يوجه السوريون والأتراك رسائلهم لمن هم داخل الحصار. رسالتنا أنه يعني إن شاء الله نحن طالما يعني موجودين رح نحاول يعني نعمل شيء، وإن شاء الله يكون يعني عملنا مجدي ويكون له أثر. نحن حابين نوصل فكرة لأهل الغوطة أنه يعني نحن إن شاء الله معكم، ويعني قدر الإمكان إيش ممكن يطلع بإيدنا إن شاء الله رح يعني نقدم لكم يعني المساعدة، وما لكم لحالكم إن شاء الله. هو استمرار في التظاهر والتنديد مقابل لاستمرار حالة التهجير والقصف الممنهج الذي تعيشه الغوطة الشرقية ومحاصروها. صمت دولي مطبق لما يحدث في الغوطة الشرقية يقابله السوريون في بلاد اللجوء باستمرار رفع أصواتهم وأصوات المحاصرين هناك، علها تحدث تغييرا ينقذ آلاف المحاصرين. لأورينت نيوز، مسلم السيد عيسى، جامعة غازي عنتاب، تركيا.